مع الهاتف سعادة الفريق أسامة ربيع. مساء الخير سعادة الفريق. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يخليك سعادة الفريق. يعني كان في اجتماع النهارده في الهيئة ومجلس إدارة بيتكلم على سبل جذب خطوط ملاحية جديدة، يعني أطلعنا سيادة الفريق على هذه التحركات لزيادة، وأنا عارف إن حضرتك امبارح يعني احنا بنجيب حوالي أعلى إيراد حصل في تاريخ القناة خلال الشهر الماضي، وما زلت سيادتك بتقول لا ده مش كفايه، احنا عايزين نوصل لرقم قياسي ممكن يقارب ال10 مليار في السنه. والله دي حقيقه يا استاذ نشأت، احنا طبعا احنا لا نقول جهدا ان احنا دايما نطمح في الزياده، وسقف الطموح بتاعنا ما بيتوقفش عند رقم بنقول احنا كده خلاص حققنا بقى، ده احنا جبنا اكتر من اللي فات بمليار والسنه اللي فاتت بمليار ومش لا احنا. فانا عشان كده كنت حابب النهارده ان اجتمع النهارده مع اداره التخطيط والبحوث، كنت بجتمع مع اداره التحركات، كنت بجتمع كمان مع مرشدين، كل ده عشان ازاي ان احنا نزود اكتر عمليه الجذب للخطوط، نشوف مين الخطوط. يعني كان يهمني النهارده اول ما بسال ايه الخطوط اللي ما بتجيلناش، ايه المراكب ما بتعديش، احنا ما بنفوتش على فكره ولا مركب بتعدي من اي طريق اخر زي راس الرجاء صالح، احنا بنسال ليه دي عدت من الطريق ده ونقول احنا ما بتجيش عندنا ولازم نقعد معاهم ونتكلم. فده كان اساس الاجتماع بتاعنا النهارده، وطبعا اتكلمنا على الشائعات اللي بتتربص بقناه السويس، ان احنا نبقى واخدين بالنا ويبقى ادائنا يبقى قوي، ونرد بالاداء مش نرد ولا بالكلام ولا بتاع، احنا ردينا بالكلام وقلنا، لكن برضه احنا اهم حاجه عندنا الاداء. فاحنا فعلا احنا بنشوف النتائج الحقيقيه للسياسات التشويقيه خلال السنه اللي فاتت عملنا فيها ايه، وايه اللي هنعمله جديد. ما انا لو وقفت عند زي ما انا بعمل كده ما عملتش حاجه، يبقى لازم دايما احنا بنتطلع. فكنا بنشوف مثلا زي بالذات ما كنا بنتكلم على سفن البترول ومنتجات البترول، لان هي دي اللي زياده قوي الايام دي، كنا بنشوف دي الاخبار يعني كلها بتخش من عندنا من القناه، ولا في منها حاجات بتلف. طب واللي لو حاجه بتلف بيحسبوها لنا بتلف ليه، وبيكلف وقود قد ايه في الدوران بتاعه من راس الرجاء صالح مثلا، يبقى احنا ممكن نعمل ايه عشان نخليه لا يخش قناه السويس. فكان دي اللي هي الموضوع الاساسي. ما قلت لهم ان انتم ادرسوا لنا بقى سبل جذب خطوط ملاحيه جديده زي ما عملناها في كورونا وجذبنا سفن الغاز المسال من الساحل الشرقي الامريكي، وعدى عندنا اكتر من 2000 سفينه يمكن زياده في كورونا عن ما كناش بيقول لنا خالص اساس. هو ده التارجت بتاعنا، ان احنا نجيب سفن ما كانش بتعدي عندنا، اسهل له واقصر له واوفر ليه انه يعدي من طريق ثاني. انا بسهل الموضوع دوت وبخليه لا يبقى عندي انا اوفر. دي كانت الاساس. طبعا برضو كنا بنتكلم، كان في مديرين الاشغال والهندسيه والكركات عشان المشروع اللي بيتعمل في القطاع الجنوبي، وكنا لازم نتكلم برضه عليه، لازم يخلص في ميعاده توقيته ما يتاخرش على التوقيت بتاعه، لان زي ما بقول لحضرتك هي دي الردود اللي احنا بنرد بيها. احنا بقى يعني انت بتتكلم على مؤسسه او هيئه بتعمل تطورات وبتشتري وحدات جديده، هل دي مؤسسه تكون بتفكر انها تبيع نفسها او تبيع الاصول بتاعتها؟ يعني شغالين في تطوير وشغالين في شراء عطارات جديده، سياده الرئيس صدق لنا بيقول له 4 عطارات يقول لي خليهم 10، يعني ده مش اسلوب ناس بتفكر ان هي تتخلص من الاصول بتاعتها. فده بصراحه الاجتماع النهارده كان كله بيدور حوالين سبل جذب سفن جديده، اداء افضل في السياسات التسويقيه بتاعتنا، اداء افضل في انتهاء المشروعات اللي احنا فاتحينها كلها. سعادة الفريق، يعني لما يجي خلال الاسابيع القليله الماضيه ايضا ثار جدل حول صندوق تنميه قناه السويس، وقيل فيه ما قيل، وحضرتك طبعا يعني طلعت وعملت مؤتمر صحفي عالمي، وبعدها باسبوعين ثلاثه يطلع العقد المضروب امبارح بتاجيل. ليه قناه السويس مستهدفه، وهل هذا بيؤثر عليكم سلبا، يعني بيؤثر على مين سلبا، ولا مزيد من التحدي؟ والله هو مزيد من التحدي. احنا عارفين ومتاكدين، النهارده انا قلت لهم الكلام ده، احنا مش هيبطلوا ان هم دايما يستهدفوا الحاجه الناجحه. انت طول ما انت ناجح الناس بتستهدفك. صحيح. فاحنا الحمد لله هيئه قناه السويس ناجحه بدعم سياده الرئيس، بالمشروعات العملاقه اللي بيوافق عليها سياده الرئيس واللي بيدعمها من اول افتتاح قناه السويس الجديده، واللي عملت لنا دخل ما حصلش قبل كده، وضاعفت لنا الدخل وضاعفت لنا عدد السفن. المشاريع، المشروع القطاع الجنوبي اللي صدق لنا بيه سيادته برضه قال نعمله على طول، ده هيجيب جذب زياده، عدد من السفن زياده داخل المجرى الملاحي، تطوير الاسطول. فاحنا النجاحات اللي احنا بنحققها، لما احنا نحقق 8 مليار السنه اللي فاتت، والشهر يناير اللي فات نحقق 800 مليون دولار بزياده 47% عن شهر يناير السنه اللي فاتت، فهم دايما هيستهدفوا الحاجه الناجحه.
ودايما هيحاولوا يصدروا الاحباط والياس للشعب المصري. كل ما يلاقوا حته حاجه بتنور او حاجه بتنجح بيحاولوا يبينوا ان هي لا هي مش ناجحه والكلام ده مش مظبوط. ونكون احنا بنرد دايما بالارقام، الحمد لله رب العالمين، يعني بنرد دايما بالارقام، وارقامنا دايما معلنه على موقع الهيئه، وبتتداوله جميع الصحف والنشرات والمهتمين بالنقل البحري، يعني الحاجات بتاعتنا احنا دايما متداوله. فاحنا بنرد بالارقام، بنسيب ما هم يهرتلوا زي ما بيهرتلوا، لكن احنا ردنا بيكون على بالفعل على الارض، احنا عملنا ايه وبننفذ ايه وعملنا ايه السنه دي وكنا عاملين ايه السنه اللي فاتت وبنفكر نعمل ايه السنه الجايه. هو ده يعني. انا برضه انا بقول لحضرتك يعني احنا حققنا السنه اللي فاتت 8 مليار، احنا ان شاء الله باذن الله يونيو اللي جاي نحقق 8 مليار و600 مليون، يعني ده التقديرات بتاعتنا. وكنت انا النهارده بقول لهم انا مش هقبل اقل من 9 مليار في شهر 6. فدي برضه من النقاط اللي انا بحمس بيها الناس، بحفزهم، بقول لهم ان انا معاهم دايما ومتابع المواضيع يعني. سيد فريق، يعني الا تتفق معي ان احنا يجب ان نطارد هؤلاء العابثين لانه معروفين موجودين ولن يتوقفوا، وعندنا ادوات قانونيه والشركات الكبيره زي قناه السويس، الهيئات الكبيره يعني ممكن تقفل موقع، ممكن تقفل يعني تاخد تعويض بملايين من هذه المنصات اللي بتساعد في نشر هذه الاكاذيب وهي عارفه انها اكاذيب؟ انا فعلا احنا هنمشي في الموضوع ده. يمكن كنت كلفت الاستاذ خالد ابو بكر انه يبدا في ملاحقه هذه الاسماء، هو النهارده بعت لي لسته كامله بالاسماء اللي هي كانت مشجعه للموضوع ده ودولته بالتوح، قال احنا نبدا نلاحقهم ملاحقه قانونيه علشان بعد كده ما حدش يفكر انه يمس قناه السويس، لان قناه السويس في وجدان الشعب المصري كله. صحيح. يعني مش في هيئه قناه السويس، احنا علينا الناس كلها بتشوف احنا بنعمل ايه، والناس المصريين كلهم بيحبوا قناه السويس وبتجري في دمائهم مجرى الدم في الشرايين بتاعتهم. فاحنا لازم برضو لما يبقى في حد بيتكلم السنه بتتكلم لازم نقطعها، يعني لازم نقطع فعلا السنه اللي بتتكلم على قناه السويس، وبالذات لما يكون افتراء. يعني عارف احنا استاذ مشهد، انا لما بيجي لي حاجه سلبيه مثلا وهي حقيقيه عندي انا بدور عليها، بعد بجيب الناس ليه دي حصل كده تصلح فيها. طبعا احنا مش الموضوع يعني برضه في حاجات بتحصل، فاحنا بنصحح وبنعمل وما بنكسفش ان احنا نقول احنا عندنا خطا في كذا، لكن لما تفتري عليا الناس المواضيع احنا ناجحين والمواضيع حاقين ارقام والناس باذله مجهود جبار، وانت تقول عليا ان احنا الدوله بتدعمنا وتقول الدوله بتبيع قناه السويس، انا بقول لحضرتك ازاي يعني كلام صحيح. فاحنا هنحققهم ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا سيد فريق اسامه ربيع رئيس مجلس اداره هيئه قناه السويس، كل شكر.